ما تقول بسم يسري فيك يفترس جسدك؟ ليس جسدك وحدك، جسد أبنائك. ما تقول بغاز مسروق من إخوتك تدفع ثمنه من عرق جبينك، تدفعه لجيب قاتلك حتى يجيد قتلك أكثر؟ كيف يطيب لنا أن نطبخ دماء الشهداء؟ كيف يحلو لنا أن ندفئ أجسادنا بآهات الأمهات؟ تعالوا معنا نسأل كايد مفلح العبيدات، هل سيصدق؟ هل ستجرؤ أن تقرأ الفاتحة على قبر مشهور حديث الجازي بطل معركة الكرامة؟ صارت تفوح من أرواحنا رائحة الغاز. ها قد نكسنا رايات الكرامة وأضرمنا النار في أجساد الشهداء بالغاز، أو ربما. ما حال جدائل عمان يا رجل؟ جدائل لم تعد مرخية بعد أن غار الرجال. نيران اندلعت فينا بوقود ما تناثرت من كؤوسهم أكواب الاحتفال، الاحتفال على بدء نكستنا الأخرى. من نسيج الجهاد والفداء واحتدام الطراد في البدا، من صفاء الليالي وانطلاق الخيال، من صفاء الليالي وانطلاق الخيال، ساجيا ساجيا طيبا، سر بنا للفخار والعلا وارعنا للنضال جحفلا، في مجال الطعان وانفجار الزمان، في مجال الطعان وانفجار الزمان، ظافرا ظافرا أغلباً.